بالتباح على الثوره. كنا هنجيب لكم اجهزه مخطوطه بس اتنفس المخ. يا ريت تشرح حاجه اسمها الارشاد عندنا في الدراما. لا في جهاز قياس رطوبه احنا عملناه في الوزاره، في يدوي وفي الموبايل. اليدوي في ثلاث مقاييس، ناقص واحد او ناقص دوت اللي ناقص رطوبه، بعد كده في رطوبه مظبوطه، بعد كده في رطوبه عاليه. الرطوبه العاليه بتضر، المظبوط ده خلاص اللي ناقص بيقول لك اروي. لو انت عندك المعلومه دي هتفيدك. نسيت طبعا بدل مروي على طول من غير معيار، هتقيس معايا هتبين لي ان التربه تقريبا كام. تعمله بايدك ولا احسن يجي لك رساله على الموبايل؟ لا الموبايل بس ده تكلفه وده تكلفه. اه انهي تكلفه ده؟ مش مشكله، المهم هحكم العمليه شويه. انا لو في حاجه يدوي في استطاعه الفلاح ماشي، في اقل تكلفه بحيث ان هو يكون معاه وما توفر عليه. ما بتعديش 100 جنيه. اه ماشي صح، مش مشكله. اه ممكن الجماعة ناخدها ونتعامل مع الفلاح بطريقة بس انا اقل انت توفر لنا بس الجماعة 20 يوم بس مرة بالواين كده. اه ده اللي هو اليدوي ده مش اقل من 100 جنيه، الثاني ده ممكن يخش 2000 مثلا. لا احنا عايزين عشان الفلاح طبعا. بس 2000 ده بيدي لك رسالة اوتوماتيك يعني، ممكن الجماعة كلها مش كل الخريجين معاها تليفون ورسالة والكلام ده كله. اللي قاعد هنا مستمر في المكان احنا الجماعية يبقى ايه معاه رسالة بتجيله تقول